إلى أرض فرن. استيقظ. اسمع دارون ونفذ الخطة. سنلقي الأكياس على العم روبنسون. لا 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 لا. ما هذا؟ سيلاحظها جامبول وسيدفعه بعيدا لينقذ حياته في الوقت المناسب. فهمت. سنصوب الأكياس على رأس العم روبنسون. لا نريد إصابة السيد روبنسون. إصابة العم روبنسون. فهمت الآن. سأستخدم معه السيكولوجيا العكسية. اسمع دارون، سنرمي الأكياس تماما على رأس العم روبنسون. أليس هذا ما قلت؟ قلدني وكفى دارون. شيء ممل. والآن سيداتي سادتي، أقدم لكم المتسابق الثاني والأخير في عرضنا، وهو السيد روبنسون. بالتوفيق بابا. حتى الآن حياتي هنية، عشت فيها أيامي سعيدا، قبلت امرأة، ربت الأولاد، لكنني أشعر بالملل. هناك شيء في داخلي يبحث عن حريتي، والآن ها قد حان الوقت لأعبر عما أعني. أريد أن أرقص وأغني، أريد أن أطير في السماء. إذا غنيت سأتحرر وسأكون ما أريد أن أكون. الرقص والغناء، أريد فعلا. فقد عقله. لا أعرف، لكن صوته جميل. فرصتنا لإكمال مهمتنا. وسأعيش كل أحلامي. سأنط ولن. لم يرى جامبول ما يحدث؟ سأركض وأمشي وسوف ألعب. سوف على الأقل سينتبه للحفرة. سأطير عليا كالعصافير، كرحلة تتنقل بين الأزهار، كسمكة في الماء تحب الإبحار، كدمية تتحرك داخلها أسرار. أنا أريد حرية، حريتي. اظهر يا مجرم، اظهر وبان يا جبان. ما رأيك بوضع المؤثرات تحت المقاعد؟ من هذا النجم؟ إنه أبي فوق المسرح. حريتي. أرجوك تعال معي، حياتك في خطر. قلت لك ابتعد. ما هذا؟ أنقذت حياتي فعلا يا ولد، لكنني لن أسامحك على تدمير مستقبلي الفني. بنسن. هذا رائع. أحسنت. شكرا لكم. جمهوري العزيز. شكرا لكم. أنا جاهز لتوقيع كل الأوتوغرافات. شكرا لكم جميعا. أخيرا استطعت أن أرد الجميل وأنقذ سوبر ستار المستقبل العم روبنسون. شكرا لكم جميعا. أحبكم، أنتم جمهوري وسبب نجاحي. شكرا لكم جميعا. شكرا، أنا سعيد. أو لا، إحساسي أننا اخترنا العم روبنسون. لا، خدش بسيط، لنذهب.